هذا المكان في المدينة بمقابل الأخ محمد الشيباني، واحد من أقدم اليمنيين في هذه المدينة. هو قال لي أنه يشتغل في هذا المكان، فإحنا بنجي وندخل عليه في مكان عمله ونشوف إيش قاعد يسوي. يلا معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال؟ حيا. محمد. هلا وسهلا حبيبي. عمدتنا في الحال. ايش المكتب الحالي هذا؟ الله يسلمك. والكافيه والحركات ما شاء الله. هذا مكتب عملنا طبعا. يعني انا الان اللي فهمته منك انه الشغل هذا والمكان هو تبع البلديه، تبع الحكومه يعني. ايوه تبع البلديه. اي نعم، هي اللي تنظم الامور هذه. ايوه. وهذا الموقف على اساس الدرجة الهوية ما يكون في عشوائية، يوقفوا في المكان هذا اللي هو محوش. ايوه هذا هو. هذه الاسعار هنا. ايوه. ممكن للموتور. الموتور باليوم كامل. ايوه في اليوم كامل. بيورو و10 سنت. ايوه. يعني شوف دحين السيكل يعني يقول لك اندخ راتس، يعني يوم واحد مجانا. سوري، هذو ما يريدوا يتصوروا، لكن شوفوا هذو جايين يحطوا الدراجات تبعهم يسووا يوقفوها هنا. الدراجات مجان لكن الموتورات بفلوس، وشيء بسيط جدا بعكس السيارات اللي المواقف عاده غالي. من 10 سنوات تاقلمت على العيشه هنا في هولندا والوضع وكذا. اكيد. متى اخر مره رحت اليمن؟ والله من يوم ما طلعت من اليمن ما رحت لها. ما رجعت ابدا؟ والله ما. اوف، ليش؟ قبل الحرب يعني كان ممكن يعني الوضع. لا والله انا طلعت في بدايه 2009. يعني مع اسرتك ومستقر هنا والحمد لله. الحمد لله. انا طلعت في بدايه 2009، من بعدها حصلت المشاكل. المشاكل مستحيل. والله يفرج على على بلادنا. امين يا رب. لو اسالك سؤال، ايش خلال 10 سنوات او 12 سنه ايش الشيء الوحيد اللي ما قدرت تتعود عليه في هولندا بالرغم من السنين هذه كلها، يعني ما قدرت تتاقلم عليه، ايش هو؟ والله صراحه عاداتهم وتقاليدهم صراحه. مثل ايش مثلا؟ يعني طبعهم وكيف بيتعاملوا مع الجيران وكيف، بعكس احنا ما في ألفة. يعني الألفة مو موجودة. احنا يجي المحبة. يعني الحاصل انا 10 سنوات. اي واحد يجي يقول لك احنا اهلا وسهلا. انت تعرف انه واحد بيجيك صاحبي يقول لك يعني اكون معك موعد، بيجلس معك يقول لك قبل ما تجيني دق علي الباب لازم تستاذن، يعني تاخذ موعد تتصل علي قبلها بيوم بيومين. اتمنى لك كل الخير. وهذا طبعا المهاجر اليمني دؤوب ومجتهد في العمل والشغل وين ما كان وين ما ارتاح. اكيد يعني. اكيد احنا قبل كل شيء احنا يعني نمثل بلدنا، ما يقولوا عشان يقولوا اليمنيين اجوا لهنا يعني ياخذ مساعدات ونايم. ياخذ مساعدات ونايم في البيت. شغال يعني. جهودنا هي الذي تتكلم عنها. صحيح. كفو. احنا هذا الذي تتكلم عنه. احنا ما نجي هنا في البلاد هذا عشان ناخذ من الدوله حاجه ويقولوا اعطونا مساعدات وهذا، لا، احنا نجي نشتغل بشرفنا وناكل بعرقنا. عشان نعرف حتى نصرف على اهلنا واحنا مرفوعين الراس، ما في بكره احد يتحكم علينا. صحيح. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعه. معلومة هتصدمكم يا جماعة، انتم عارفين ان عدد الدراجات الهوائية في هولندا اكثر من عدد الشعب؟ عدد الدراجات ازيد من 20 مليون، بينما الشعب الهولندي عددهم 18 مليون فقط. ومثل ما عدد الدراجات كثير، سرقتها امر شائع جدا. تقريبا كل واحد في هولندا في يوم من الايام قد انسرق عليه دراجة هوائية. انا الحمد لله لحد الان لا، لكن اغلب الاشخاص اللي اعرفهم في وقت ما انسرقت عليهم دراجة هوائية مع الاسف الشديد. Hello sir, you live here? How many times your bike got stolen? How many times your bike got stolen? Two times. شوفوا هذا سألنا بصوته مرتين انسرق على البسكليت. أمر شائع جدا في هولندا يعني. الحمد لله لحد الآن لا. شايفين هذا المربع اللي باللون الأحمر؟ هذا هي الخط، هذا الخط المخصص للدراجات الهوائية. هذا رصيف عادي. وهنا خطوط السيارات في كل هولندا، يعني إذا عندك طاقة ورياضة ممكن تلوف من مدينة لمدينة، تسافر هولندا كامل بالدراجات الهوائية لأنها آمنة جدا، والخطوط الحمراء هذه الخاصة فيها موجودة في كل مكان. شوفوا كيف كل الناس يستخدموا الدراجات الهوائية. هلو، هذا هولندي. وهذا الأستاذ مكانه
كل الناس يستخدموا الدراجات الهوائية.